السلام عليكم. اليوم راح نراويكم شغلات هاي يعني مرتبطة بشغلات البحرية، بس هذا سويناه خل اراويكم اياه حتى تكون فد يعني هم تحفة تتعلق على الحائط. هذا من السيامة وحبل وخشب، يعني بقايا الخشب تلقوها، وذني البقايا البحرية مثل هذا ستارفيش يسموه، يعني السمك النجمي، وذني البقايا البحرية نقدر احنا نحولها الى شغلات تحفة. يعني هسه يقدر واحد يقصها من انا، بس انا راح اسويهن بدون قصد. ذني الزغار هذا مثل ما تشوفون، نخلي لها شوية غرة ونلزقها على هذا الترتيب، وهذا همنا نختار في التنسيق، يعني نوعيات حسب انتو تشوفوها يعني شيء جميل هذا. وتتعلق هي مثل ما هسه هاي بقايا خشب، واحد يشتغلها بقايا خشب قديمة يقصها، وحبل قديم وصله همينة مبذولة خيوط يسويها بهذا الشكل اللي يريده، ويحطها على طاولة ويخلي ده أشياء، يعني حتى مثل ذني هذا هسه الخشب مسوي هاي مثل مال السفينة سكان، وهذا ستارفيش من نوعية لزقته، وحبل وبقايا مال الخشب تقصوها وترتبوها على هذا الشكل، وتكون فد جداريات حلوة بالصالة، يعني فشي حلو يعني بالصالة تخليه. وإن شاء الله من أكمل راح أراويكم شلون تتعلق على الحائط وشلون مرتبة على الخلفية، تكون لها جميلة ورا ذني من يترتبن المكان.